سؤال متعلق بأبنائنا في شمال سيناء، وهو من أصعب أمور على نفوسنا جميعا كشعب مصري كمحامين. حقيقة هو إننا نطرح الضدين مع بعض. بيسأل ليه المحكمة ما رجعتش؟ ده مش دور نقابة المحامين، مش هتقدر ترجعها، مش هتقدر ترجعها إلا إذا كانت الحالة الأمنية تسمح بحماية كل الأطراف. طول ما الحماية دي لسه ما اتغطتش محدش هيرجع. اثنين، الحديث عن خطف اثنين محامين أو أربعة أو خمسة، ما تخطف ضباط معهم سلاح، دي جرائم من عناصر إرهابية ما بتميزش بين محامي وبين ضابط. هي بتدور على المسؤولين، بتدور على الشخصيات المهمة علشان تتناولها أو عشان تقتلها أو عشان. نتمنى إنه آخر اثنين مختطفين يكونوا أحياء، لكن ده بيؤكد إنه ما ينفعش ترجع المحكمة تاني دلوقتي، لأنه ده معناه إنه أكتر من محامي تاني ممكن يتاخد، وأكتر من قاضي تاني ممكن يتقتل، وأكتر من أمن تاني ممكن يضرب. يعني مسألة في غاية الصعوبة. إحنا أنا متعاطف تماما مع أولادنا في شمال سيناء وظروفهم في العمل في الإسماعيلية، لكن ده أمر في غاية الصعوبة على الآن. حتى الآن واضحة تماما في الدولة المصرية، لسه مش ما وضعتهاش موضع الكمال وما قالش إنها تقدر تخلص إزاي، لكن إحنا في مواجهة الإرهاب لازم نبقى أكثر صبرا من غيرنا. إحنا بقدر الإمكان بنحاول نخفف المعاناة عن ولادنا في شمال سيناء، وده عملناه أو بنعمله، بنخفف في الاشتراطات المتعلقة بالتجديد وغيره. هم ما تعملوش بنفس الدقة اللي حضراتكم تعملتوا فيها في المحافظات. أيضا قدمنا لهم أو حجبنا لهم مقرات في الإسماعيلية علشان يقدروا يباتوا فيها للي عايز يبات في الإسماعيلية. مفيش وسيلة ممكنة مهنيا لمعاونتهم، مش هنتأخر عنها. وإذا في أي مقترحات تساهم في تخفيف المعاناة عن ولادنا في شمال سيناء، أنا مستعد أتلقاها كنقابة. إحنا يعني مدركين إنه ده حدث جلل، كارثة، لازم كلنا نتعاون لمساندة أصحابها ورفع الألم عنهم أو تخفيف الألم عنهم.